أسد الأطلس الاختفاء ديالو من الطبيعة، فهو جاء على إثر لا ديغراداسيون ديال لابيتا ناتوريل ديالو في الطبيعة. يعني كانوا لي موفلون، كانوا لي سير، كانوا دوطخ ماميفير اللي كان كياكل عليهم، اللي كان كيقتات عليهم أسد الأطلس. من جهة أخرى كاين عاوتاني ليكستونسيون ديال لاكتيفيتي هومين، ليكستونسيون ديال الفلاحة، ليكستونسيون ديال ليلفاج، فهادو كلهم عوامل اللي أداو لانقراض ديال أسد الأطلس في الطبيعة.